السلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الدرس الشامل والهام حول الاشتقاقية في الدوال العددية. إذا ننطلق على بركة الله في الدرس، في العنصر الأول اللي هو العدد المشتق أو الدالة المشتقة. إذا العدد المشتق أو الدالة المشتقة، تعرفون أن الدالة المشتقة نرمز لها بأف فتحة لإكس. هذا هو أمرها. إذا ويساوي لنا ماذا قانونها؟ تعرفون، سننطلق هنا بالشرح. إذا نقول اف دالة معرفة على المجال اي، أي مجال من اي. هذا المجال يكون من مجموعة الأعداد الحقيقية، حيث عندنا ا و ا زائد اش عددان حقيقيان من المجال اي، حيث هذا الاش لا يساوي الصفر. نقول أن f تقبل الاشتقاق عند a إذا قبلت النسبة، هذه النسبة اللي هي f ل h، a زائد h ناقص f ل a على h، نهاية محدودة. ما معنى نهاية محدودة؟ معنى تكون غير الملانهاية، يعني لا تساوي إلا الملانهاية، لا تكون 15 جذر 5، لا يهم، المهم أنها تكون قيمة محدودة. تسمى هذه النهاية بنهاية بالعدد المشتق. هذه النهاية التي نتحصل عليها هنا، إذا توصلنا مثلا وجدنا مثلا 5، فنقول F مثلا، نعم F ل تساوينا F ل F فتحة 5، يعني بكل بساطة. إذا هنا سنكمل مع، تابعوا جيدا أبنائي، سنكمل مع الشرح. لاحظوا، لدينا F فتحة لA، f فتحة لأ تساوي ليميت ماذا؟ ليميت f لأ زائد h، لاحظوا في بطن ال f هنا a زائد h، ناقص f لأ على h، حيث ال h هذا يؤول إلى ماذا؟ إلى الصفر. أو ماذا؟ أو هذه الكتابة يا أبنائي، هذه لها كتابة أخرى. تخيلوا لو نضع هذه ال r x a زائد h، نعطيها نسميها e، فماذا يصبح هذا في هذا المكان؟ يصبح هو x ناقص a، نعم x ناقص a. إذا تصبح هذه هي النسبة، وهذه هي النسبة المشهورة. إذا f فتحة ل a تساوي ليميت f ل x، اللي هي عبارة الدالة، ناقص f ل a الذي نحسب عنده الاشتقاقية، على x ناقص a لما a يؤول x يؤول إلى a. مع هذا قلنا بوضع x يساوي لنا a زائد h. ملاحظة، إذا قبلت الدالة f الاشتقاق عند كل عدد حقيقي x من أي من المجال التعريف لتلك الدالة، نقول أنها تقبل الاشتقاق على اي، وتسمى هذه الدالة المشتقة. مثلا لو نأخذ مثلا عبارة الدالة f ل x تساوي مثلا x مربع، حيث هذه الدالة معرفة على r. إذا x مربع هذه هي تقبل الاشتقاق على r. أي نقطة تنتمي من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، هذه العبارة تقبل الاشتقاق على هذا المجال بكل بساطة. الآن ما معنى تقبل الاشتقاق؟ معنى تلك النسبة تكون قيمة معلومة. عندنا كذلك أمر هام جدا، اللي هو، لاحظوا جيدا أبنائي، تابعوا أرجوكم، لأن هذا قلت هذا الدرس هام جدا. تكون نتيجة، تكون الدالة F قابلة للاشتقاق عند X صفر إذا وفقط، إذا كانت هذه النسبة من اليمين x يؤول من اليمين تساوي النسبة حتى x يؤول إلى اليسار، وتساوي لنا L. L هو عدد حقيقي معلوم. هكذا، إذا حتى تكون الدالة تقبل الاشتقاق يا أبنائي، علينا أن نقول تتحقق هذه النسبة بكل بساطة. سنرى الآن، ها هو التمرين. إذا قال كعدد ك دالة معرفة على هذا المجال كما يلي بالعبارة التالية. السؤال الأول، هو أحسب نهاية هذه النسبة ونهاية هذه النسبة لما h يؤول إلى الصفر بقيم أكبر وبقيم أصغر، وماذا تستنتج؟ وأعطي تفسير بياني. نعم، هو سؤال ورد في بكالوريات الجزائر 2009 أو 2008. هنا ماذا نفعل؟ أولا
علينا أن نكتب هذه العبارة بدون قيمة مطلقة. يعني كيف نكتب؟ نكتب هكذا ك لx تساوي لنا، لاحظوا تأخذ قيمتان هذه العبارة، تساوي لنا لاحظوا تساوي لنا x زائد 4 على x زائد 1، إذا ماذا؟ إذا كان عندنا x أكبر أو يساوي الصفر، وتساوي ماذا؟ تساوي ناقص x، ركزوا معي، ناقص x زائد 4 على x على x، عفوا قلت على x ناقص زائد 1، إذا كان ماذا؟ إذا كان x أقل أو يساوي الصفر. يعني فيكم من يقول لماذا يا أستاذ أخذت هذه العبارة؟ لأن يا أبنائي ها هو الذي يجعلها تغير العبارة. تعرفون أن القيمة المطلقة لـ x ماذا تساوي؟ تساوي قيمتان، تساوي لنا x كما يمكن أن تساوي لنا ناقص x، تساوي لنا x إذا كان هكذا، إذا كان قيمة موجبة، يساوي لنا ناقص x إذا كان قيمة سالبة، لأن القيمة السالبة لما تساوي لنا ناقص x هكذا. أو ماذا نقول؟ أو عندنا كذلك نجعل جذو الإشارة لهذه العبارة اللي هي x، x من ناقص ما لا نهاية، تخيلوا إلى زائد ما لا نهاية، ها هي x تنعدم عند صفر، من ناقص ومن زائد، هنا تضرب في الناقص في هذا المجال، وهنا تضرب في الزائد، ها هي أمامكم. نعم، الآن عندنا، تابعوا جيدا، ها هي العبارة. الآن نحسب في هذه الجهة، في هذه الجهة، في هذه الجهة معناها تصبح x أكبر أو x أكبر أو يساوي، يعني ناخذ هذه العبارة، العبارة الأولى تصبح هكذا، ليميت ليميت h عفوا k لـ x، k لـ x، k لـ h ناقص k لـ 0 على h ناقص 0 لما h يؤول إلى 0 بقيم أكبر، بقيم أكبر تساوينا. الآن نعوض يا أبنائي بماذا؟ ب الصفر في الدالة ك، تصبح تساوي لنا ليميت ماذا؟ ليميت x زائد 4 على x، تابعوا جيدا، عفوا ليس ال x وإنما ال h، إنما ال h عفوا فقط، لأن هنا غيرنا قلنا ال h، لاحظوا ها هو طلب من أن نغير h زائد 4 على h على 4 h واحد h زائد 1 ناقص، نعوض هنا بالصفر، ماذا تعطي لكم؟ عوضوا هنا بالصفر تصبح ماذا؟ تصبح صفر 4 على 1 كم؟ 4 مع الناقص تصبح ناقص 4 على ماذا؟ على h مع h يؤول h يؤول إلى صفر بقيم أكبر. تعالوا نكمل الحساب أبنائي حتى تتعلموا كيف نقوم بالحساب. أنا هنا أحسب في الاشتقاقية، تصبح تساوي لنا ليميت هكذا، تابعوا أرجوكم، ليميت هنا هذا ينقلب، هذا يصبح هكذا، يصبح h، ركزوا معي، إذا قلت هذا يأتي إلى هنا، معنى ماذا تصبح؟ تابعوا، تصبح هكذا، h على h زائد 4 على h في h زائد 1، لأن هذا ها هو خط الكسر الكبير، هذا ينقلب، يصبح 1 على h، ناقص 4 على h هكذا لما h يؤول إلى صفر بقيم أكبر. هذا يذهب مع هذا، تصبح ماذا تساوي لكم؟ تساوي لنا واحد، ركزوا، زائد نوحد المقام إلى هذا، ما هو المقام المشترك؟ هو h في h زائد واحد، وهنا h، أنا أقوم بتوحيد المقامات فقط، هذا لا أوحد له المقام، أتركه كما هو، هو أعطانا واحد، زائد ماذا؟ زائد 4 ناقص 4، أنا أقوم بعملية النشر هنا، 4h ناقص 4 على
h في h زائد واحد، وهنا لا ننسى كلمة ليميت، h يؤول إلى الصفر بقيم أكبر. تابعوا أبنائي، سيختزل هذا مع هذا يذهب، أصبحت يساوينا ماذا؟ ليميت ناقص 4h على h في h زائد واحد لما h يؤول إلى الصفر بقيم أكبر. سيختزل كذلك هذا مع هذا يساوي لنا ماذا؟ يبقى لنا يساوي لنا ليميت ناقص 4 على h زائد واحد، هنا لما h يؤول إلى الصفر بقيم أكبر. الآن تعالوا مع لا ننسى نسينا كلمة هنا زائد واحد، ها هو زائد واحد هذا، وهنا كذلك زائد واحد تساوينا. الآن نعوض بماذا؟ بالصفر. لما نعوض بالصفر ماذا تصبح لدينا؟ تصبح لدينا ناقص 4 على صفر زائد واحد زائد واحد، تصبح تساوينا ناقص 4 زائد واحد وتساوينا ناقص 3. ها هي قمنا بحساب الاشتقاقية بجهة اليمين. الآن بنفس الطريقة نحسب الاشتقاقية في جهة اليسار، يعني هنا. تابعوا، لاحظوا هنا، نأخذ العبارة الثانية اللي هي هذه، ماذا تصبح؟ تصبح ليميت هكذا h k، عفوا k ل h ناقص k لصفر على h ناقص صفر لما h يؤول إلى صفر بقيم أقل. هنا يا أبنائي ما هي العبارة؟ نعمل بهذه العبارة، لأن لاحظوا جيدا سنأخذ هذه العبارة، ركزوا معي. إلا أن المتغير هنا أصبح الh فقط، تصبح تساوينا ماذا؟ تصبح تساوينا ليميت، ونقوم الآن بالتعويض بماذا؟ مع h قلنا يؤول إلى صفر بقيم أقل، نعوض هنا يصبح ماذا؟ يصبح ناقص h زائد 4 على h زائد واحد، ونعوض هنا بالصفر تصبح ماذا؟ ناقص 4 على h، تصبح تساوي لنا ليميت هكذا. بنفس الطريقة قلت مثل ما فعلنا في الأول، تصبح h على h هذه مع هذه تعطينا ناقص واحد زائد 4 على، لاحظوا جيدا، على h في h زائد واحد ناقص 4 على h، مع h دائما يؤول إلى صفر بقيم أقل. هكذا نوحد المقام بنفس القاعدة، تصبح تساوي لنا ليميت، ركزوا معي، تصبح لنا ليميت. إذا نوحد المقامات هنا، هنا سنقوم بتوحيد المقامات هكا حتى تتضح الأمور، في h زائد واحد على h زائد واحد هكذا، ونقوم بالنشر مباشرة، تصبح ليميت ماذا؟ ناقص واحد زائد، تعالوا الآن نقوم بعملية النشر مثل ما فعلنا في الأول، تصبح 4 ناقص 4 h ناقص 4 على h في h زائد واحد، يختزل هذا مع هذا، مع h دائما يؤول إلى الصفر بقيم أقل، تصبح تابع جيدا تساوينا ليميت ناقص واحد، ويختزل هذا مع هذا، تبقى لكم كم؟ ناقص 4 على h زائد واحد هكذا، لما h دائما يؤول إلى صفر بقيم أقل. تعالوا الآن نعوض مباشرة، تصبح ناقص واحد ناقص 4 على صفر
زائد واحد وتعطي لكم مباشرة كم؟ تعطي لنا ناقص خمسة. لاحظوا هنا كم وجدنا، ولاحظوا هنا كم وجدنا. هل تحققت هذه القاعدة؟ هل تحققت الاشتقاقية من اليمين تساوي الاشتقاقية من اليسار وتعطينا نفس L؟ لا. إذن ماذا يمكن أن نقول؟ تابعوا. إذن ماذا يمكن أن نقول؟ قمنا بالحساب، نعم. إذن نقول بما أن ليميت هكذا كالي اش اش لي كالي اش ناقص كالي صفر على اش، لما هنا اش يؤول الى الصفر بقيم اكبر، لا تساوي ليميت كالي اش ناقص كالي صفر على اش لما اش يؤول الى صفر بقيم اقل. اي ماذا؟ اي ناقص ثلاثة لا تساوي ناقص خمسة. ماذا نقول؟ نقول الدالة هكذا، نقول الدالة أكا لا تقبل الاشتقاق عند الصفر، لم تقبل الاشتقاق. أعطي تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة. التفسير الهندسي، التفسير الهندسي، لاحظوا إلى التفسير الهندسي عندنا هذا الدرس، ستستنتجون ما هو التفسير الهندسي. لاحظوا التفسير الهندسي لهذا الدرس تسمى نقطة، نقطة زاوية. لاحظوا ما هي نقطة الزاوية. إذا كانت، لاحظوا الاشتقاقية من اليمين من اليسار تساوي لنا L واحد، مثل ما هو عندنا في التمرين اللي هو ليميت ك لأش ناقص ك للصفر على اش ناقص صفر لما اش يؤول الى صفر بقيم اقل، اعطيت لنا كم؟ ناقص خمسة. هذه ال اثنان او ال واحد. وعندنا ليميت كالي اش ناقص كالي صفر لما اش هنا ناقص صفر لما اش يؤول الى صفر بقيم اكبر، اعطيت لنا ناقص ثلاثة. حيث لاحظ ال اثنان لا تساوي ال واحد، ها هي امامكم غير متساوية، فان البيان الدال اف يقبل عند النقطة اكس صفر، واف لاكس صفر يعني هنا مثل ما هو عندنا هنا يعني صفر وكالي صفر، هذه هي النقطة اذا سميناها ا، نصفي ممسين تي واحد وتي اثنان، معامل توجيههما ال واحد وال اثنين، والنقطة تسمى نقطة زاوية، هذه النقطة تسمى نقطة زاوية. يعني كيف؟ لاحظوا ها هو البيان، من البيان ستفهمون كل شيء. ما هو البيان؟ ها هي تلك النقطة تقبل نصف مماس من هنا ونصف مماس من هنا، هذه النقطة تشكل زاوية، هذه النقطة اللي إذا سميتها النقطة أ. هنا ها هو معامل توجيه اللي هو ناقص ثلاثة وناقص خمسة، هذه النقطة تسمى نقطة زاوية، حيث النقطة الزاوية مثلا في هذا المثال، هذه هي نقطة الزاوية في هذا المثال الذي تلاحظونه،
هنا. إذن التفسير الهندسي المنحني سي كا يقبل مماسين تي واحد وتي اثنين. لاحظوا هذا هو التفسير، أي النقطة النقطة A ذات الحدثية صفر وكا لصفر، لما نعوض هنا بصفر كم تعطي لنا؟ تعطي لنا أربعة، يعني النقطة A ذات الحدثية صفر وأربعة هي نقطة كيف نسميها؟ زاوية. نقطة الزاوية معناها الاشتقاقية من اليمين لا تساوي الاشتقاقية من اليسار. لاحظ وعندنا ملاحظة، إذا كان الآل موجب فإن نصف المماس يكون موجها نحو الآلة مثل هذا مثلا هنا. إذا كان سالب مثل هذه الأمور يكون هكذا إلى الأسفل أو هكذا، هذا كم مثل هذا كله، هذا موجب وهذا موجب، هذا عندنا سالب هكذا وهذا كذلك سالب. لاحظوا ها هو الأمر، فإن نصف المماس يكون موجها نحو الأسفل، نحو الأسفل إذا كانت الاشتقاقية سالبة. عندنا كذلك عندنا هذا المثال، لاحظوا ها هو مثال هنا، هذا مثال كذلك مثال هام جدا. لاحظوا هذه الدالة أصلا معرفة عند R ما عدا الناقص واحد، يمكن كتابتها بالعبارة التالية: f لx يساوي قيمتين تأخذ قي x زائد اثنان زائد واحد على x زائد واحد. هذه إذا كان x زائد اثنان موجب، لاحظوا يعني هذه القيمة تضعونها موجبة، وتساوي لكم ناقص x ناقص اثنان زائد واحد على x زائد واحد لما x زائد اثنان يكون أقل من الصفر، يعني مرة اتركوها كما هي مرة اضربوها في ناقص. وهنا أكيد يقول لك احسب الاشتقاق أو درس الاشتقاقية عند الناقص اثنان. لماذا عند الناقص اثنان؟ لأن دائما الاشتقاقية تكون عند العبارة يعني التي تؤثر في التي تعدم هذه العبارة التي موجودة بين القيم المطلقة. هذه العبارة عند ماذا تنعدم؟ تنعدم عند الناقص اثنان. إذن هنا السؤال يقول ادرس الاشتقاقية عند الناقص اثنان. بكل بساطة هنا ماذا يفعل؟ بما أن الناقص اثنان دالة معرفة عنده، دالة معرفة عند ماذا؟ عند الناقص اثنان، يكفي أن تقوم باشتقاق هذه العبارة باشتقاقها والتعويض فيها بالناقص اثنان. مثلا هكذا تصبح f فتحة ل x تساوي لنا ماذا؟ تعالوا نشتق هنا، تعطينا واحد مع مراعاة هذا المجال، زائد مشتق البسط صفر في المقام ناقص مشتق المقام اللي هو ناقص مشتق المقام اللي هو واحد في البسط على المقام مربع، تعطي لنا واحد زائد واحد على إكس ناقص عفوا ناقص هكذا، أنا نقود باشتقاق، زائد واحد الكل مربع. تعالوا نعوض بالواحد فقط، تصبح هكذا باثنان، تصبح اف لي ناقص اثنان، لأن الدالة لما تكون معرفة قوموا بالتعويض فقط. ماذا تعطي لكم؟ تعطيكم واحد، عوضوا هنا بصفر ناقص واحد على، عوضوا هنا ليس بالصفر عفوا، بالناقص اثنان، نحن نعوض بالناقص اثنان، ناقص اثنان زائد واحد كم؟ ناقص واحد الكل مربع هو واحد، تعطي لك كم؟ صفر. إذن هنا أعطت لنا صفر. نلاحظ الآن هل عند الصفر، إذا نأتي الآن إلى هذه إلى الدور إلى هذه العبارة، نقوم كذلك باشتقاقها والتعويض فيها لأن الدالة معرفة عندها، تصبح f فتحة ل x تساوي لنا هذا كم يعطيكم الاشتقاق؟ هو ناقص واحد
والبقية الآخر يعطينا ناقص واحد على إكس زائد واحد الكل مربع. تعالوا نعوض بالناقص، إذن اف لناقص اثنان يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ناقص واحد ناقص واحد، لأن هنا تعوض بالناقصين تعطيك ناقص اثنان زائد واحد الكل مربع هو واحد، تعطيك هنا ناقص اثنان. لاحظوا لا الاشتقاقية من اليمين لا تساوي من اليسار. ماذا يمكن أن نقول؟ الدالة لا تقبل الاشتقاق، لا تقبل الاشتقاق عند الناقص اثنان. تفسيرها البياني أنها تقبل نصفي مماسين، معامل التوجيه الأول هو الصفر، معامل توجيه الصفر يعني يأتي هكذا، والثاني هو الناقص اثنان هكذا بهذه البساطة. الآن بعدما أتممنا هذا الأمر إليكم هذه الأمثلة، قوموا بالاشتقاق، حساب الاشتقاقية عند كل عدد. أولا قلت عليكم بكتابة العبارة بدون قيمة مطلقة. نأتي إلى المثال الأول، مثلا تكتب هكذا f ل x تساوينا واحد، تساوينا واحد زائد x على x، واحد زائد x زائد x مربع مع x أكبر أو يساوي صفر، كما تعطيكم واحد ناقص x على واحد زائد x مربع لما x أقل أو يساوي الصفر. وعوضوا فقط بما أن الدالة معرفة عند الصفر، قوموا بالاشتقاق أو طبقوا قاعدة التي تحدثنا عليها اللي هي ليميت f ل x ناقص f ل صفر على x ناقص صفر لما x يؤول إلى الصفر بقيم أقل وأصغر، أكبر وأصغر. طبقوها كذلك بالنسبة إلى هذه وبالنسبة إلى هذه مثل ما فعلنا في هذه الأمثلة السابقة. عندنا كذلك نقطة التوقف، نقطة التوقف ما هي يا أبنائي؟ نقطة التوقف أنها تكون النهاية عند الإكس صفر، نهاية هذه النسبة تكون يا إما تساوي لنا زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. فإن البيان الدالة يقبل عند النقطة هذه نصف مماس موازي لمحور تراتيب هكذا كما تلاحظون عندنا. ها هو مثال، هذا مثال، هي هاي دالته، ها هو منحنى، ها هو المنحنى. هذه لو نقوم بحساب في هذا المثال، لو نقوم بحساب تلك النسبية، نعم هنا لو وجدنا ما لا نهاية، لو وجدنا هنا عند ماذا نحسبها؟ نحسبها عند الاثنان. تعالوا نحسبها عند الاثنان في هذا المثال حتى تثبت لكم هذه القاعدة. نقول ليميت، لاحظوا f ل x ناقص f ل 2، نعم f ل 2 لأنها هذا هنا واحد وهنا اثنان، على x ناقص 2 لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، أكيد قيم أصغر غير معرفة عندها الدالة، تصبح تساوي لنا ليميت x يؤول إلى اثنان بقيم أكبر. تعالوا نعوض الآن، لو نعوض تصبح ماذا؟ تصبح x ناقص 2 تحت الجذر هكذا زائد 2 ناقص، هنا نعوض الآن بالاثنان، تعطي لنا هنا صفر يعني زائد اثنان، عفوا ناقص اثنان، لأن قلنا ناقص f ل x يعني ناقص اثنان هكذا على ماذا؟ على x ناقص اثنان. يختزل هذا مع هذا تعطي لنا ماذا؟ ركزوا، تصبح ليميت x ناقص اثنان على x ناقص اثنان هنا بالجذر لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر. لاحظوا بما أن، تابعوا جيدا، عندنا هذا مجموعة التعريف أنها لا ينعدم عند ناقص اثنان، تابعوا جيدا، يمكن لنا كتابة هذا الأمر هكذا اللي هو جذر x ناقص اثنان، وفي المقام يكتب x ناقص اثنان جذر في جذر
إكس ناقص إثنان، هذه قاعدة مع إكس يؤول إلى الإثنان، لأن عندنا مثلا خمسة، ما هو؟ هو جذر خمسة في جذر خمسة، هذا هو المثل، مثل هذا. يعني ماذا تصبح؟ يختزل هذا مع هذا، ولاحظوا ماذا يصبح لنا. يصبح لدينا ليميت واحد على جذر إكس ناقص إثنان لما إكس يؤول إلى الإثنان بقيم أكبر. وهذه نهاية شهيرة أكيد، تعطي لنا مباشرة لو نأتي ونحسبها تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا زائد ما لا نهاية. نعم تعطي لنا زائد ما، لأنها تصبح واحد على صفر زائد، وتعطينا زائد ما لا نهاية بكل بساطة. هذه نهاية شهيرة، إذن تعطي لنا الزائد ما لا نهاية. إذن ها هي قد تحقق الكلام، ها هو أمامكم. إذا تقول القاعدة إذا أعطيت لك الزائد ما لا نهاية فيكون هكذا إلى الأعلى، إذا أعطيت لك النقص ما لا نهاية يكون إلى الأسفل. هذا النصف ممس ليس الممس. الآن لاحظوا كيف فعلت، يعني عندنا بعض الملاحظات. نعم ها هو الأمر الذي تحدثت عليه، إذا كانت هذه النسبة الزائد ما يكون متجها نحو الأعلى، وإذا كانت ناقص ما لا يعطيكم متجها نحو الأسفل، يكون نسبة مس أكيد ليس ممس. عندنا كذلك ها هو التطبيق، قوموا بإنجازه مثل ما تتحدث، يعني ادرس قابلية الاشتقاق عند هنا بقيم أقل، هنا الواحد بقيم أكبر، وهنا عند الواحد بنفس الطريقة فقط، اضربوا في المرافق، أو المهم استعملوا قواعد النهايات المشهورة. عندنا كذلك ها هو مثال، ها هو مثال، ادرسوا ها النسبة، ادرسوا نسبة ليميت اف دي اكس ناقص اف لي اثنان على اكس ناقص اثنان لما إكس يؤول إلى إثنان بقيم أكبر، هكذا ودرسوا بنفس القاعدة التي كنت أدرس عليها من قبل، قوموا بالتعويض وأعملوا هكذا. كذلك عندنا معادلة الممس. معادلة الممس هو أمر هام جدا، ويعني هو أمر لا بد أن يعرفه كل الطلبة. عندنا اف دالة معرفة على المجال اي من ار، وليكن سي تمثيل البيان لدالة اف. اذا قبلت دالة اف الاشتقاق عند اكس صفر، يعني اصبحت النهاية من اليمين تساوي نهاية تلك النسبة من اليمين تساوي النسبة من اليسار، فان تي مماس معامل توجيه. ها هي معادلة المماس المشهورة، هذه هي معادلة المماس التي تقول ايجريك يساوي نا اف فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد اف لإكس صفر. ومرات يكتب بصيغة أخرى، هنا يكتب أ هنا أ. نأخذ مثال، مثلا يعطينا الدالة اف لإكس بذات العبارة إكس مربع زائد مثلا واحد، ويقول أوجد معادلة المماس عند إكس صفر يساوي مثلا واحد. هنا أولا ماذا نفعل؟ يرغم علي أن نحسب المشتقة أفتها لإكس يساوي ماذا؟ هنا يساوي اثنان إكس، وهذا يذهب إلى الصفر. نعوض الآن بماذا؟ بالواحد، تصبح أفتها لواحد يساوي اثنان في واحد وتساوي اثنان. هذا الأمر نعوضه هنا، لأن بما أن قال حسبني أن عند الواحد، يعني هنا في هذا المكان، وهنا نعوض بماذا؟ نعوض بالواحد، هنا واحد، هنا واحد، وهنا واحد. إذا كان الناقص واحد احذر تصبح هنا زائد، وهنا ناقص ناقص، إلا أن الأمر هو كما تلاحظون. إذا هذا الأمر هذا يعوض في هذا المكان، نعوض كذلك هنا في الدالة بماذا؟ بواحد، يعني نعوض هنا بواحد، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم اثنان، يعني تصبح إيغراج
الفتحة لواحد كم؟ اثنان في اكس ناقص واحد زائد اف لواحد كم وجدناه؟ ها هو امامكم، اثنان. يصبح ايكغيك يساوي اثنان اكس فقط، لان يعني هنا تنشر ناقص اثنان زائد اثنان، اذا ها هي معادلة المماس. هذه هي معادلة المماس عند اكس صفر او ا يساوي واحد لهذه الدالة اللي هي اف معرفة على ار. هذه هي معادلة المماس. اذا قانون عليكم بحفظه اللي هو هذا. ها هو امامكم التمثيل البياني للمماس المعروف ب تلك النسبة. ها هو المنحنى، ها هو المنحنى، وها هو المماس. يعني سمي مماس لأنه يلمس المنحني فقط، هكذا. هذه هي معادلة مماس عند هذه النقطة ذات الإكس إكس صفر، والإكلاك هي أفتحة لإكس صفر بكل بساطة. الآن عندنا كذلك مشتقات المتتابعة. فيما يخص المشتقات المتتابعة المقصد منها، لاحظوا اف دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على آ على مجال هذا المجال اي من ار. اذا قابلت اف فتحة، اذا قابلت اف فتحة هي دالة هي الاخرى الاشتقاق على اي، فان دالتها تسمى اف فتحتين تسمى المشتقة الثانية والرمز لها، ثم تبدأ حتى يعني هكذا. ناخذ مثال لتعطي لنا مثلا الدالة اف لي اف لي اكس عبارتها اللي هي كوس اكس. تعرفون ان في الدائرة المثلثية ان هذا الامر هنا سينس، هنا كوس، وهنا ناقص سينس، وهنا ناقص كوسينس. تعالوا نشتق اف فتحة لإكس. الكوس لما يشتق هكذا اشتقاقية بهذا ماذا يعطينا؟ ناقص سينس إكس. تعالوا نشتق مرة أخرى اف فتحة تين لإكس تساوينا هذا لما نشتقه. تعالوا هذا لما نشتقه سينس ماذا نشتقه؟ ماذا يعطينا؟ كوسينس. إذا نعطيها ناقص كوسينس. تعالوا نشتق مرة أخرى اف ثلاث فتحات لإكس ماذا يعطي لنا؟ مشتق الكوسينس ها هو الكوسينس، اشتقوه ماذا يعطي لنا؟ ناقص سينس. مع الناقص هذا لا نهتم إليه، ناقص ناقص سينس إكس تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا سينس إكس. أن هذا الناقص مع هذا الناقص يعني وتبقى. لو نكمل يعني سنجد كثير والكثير والكثير. هذه هي المشتقات المتتابعة. هذا يحدث مع هذا الأمر مع الكوسينيس مع الدوال عدة وعديدة. إذا لاحظوا كل مرة تشتق ولا تنتهي. هذه هو المشتقات المتتابعة. هنا عندنا كذلك كما هنا ركزوا هنا ما إن كثرت لا تكثروا هكذا فقط. مثلا إن جعلنا الرابعة مثلا تصبح لنا هكذا F أربعة تكتب هنا بالداخل يعني المشتقة لـ X تكتبوا هكذا، ثم المشتقة الخامسة يعني F لـ خمسة هكذا تساوي لنا F لـ X إلى أن تكتبوا هكذا فقط. عند الاستمرارية والاشتقاقية إذا كانت الدالة F قابلة للاشتقاق على مجال E فإنها كذلك مستمرة. لاحظوا أي دالة تقبل الاشتقاق فهي مستمرة، العكس لا. قلت أي دالة تقبل الاشتقاق على مجال فهي مستمرة، العكس لا. ليس كل دالة مستمرة فهي تقبل الاشتقاق. إليكم ها هو المثال الذي ها هو
عكس هذه الخاصية ليس دائما صحيحا. فمثلا عندنا الدالة التي القيمة المطلقة لإكس مستمرة عند الصفر ولكن غير قابلة للاشتقاق، غير قابلة للاشتقاق عند الصفر. لاحظوا نهاية هذه العبارة، إذا كان إكس أكبر من الصفر ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا تعطيكم واحد، إذا كان الإكس أقل من الصفر تعطيكم ناقص واحد، يعني الاشتقاقية من اليمين لا تساوي الاشتقاقية من اليسار. ولهذا كل دالة قابلة للاشتقاق فهي مستمرة، وليس كل دالة مستمرة هي قابلة للاشتقاق. ها هو المثال كي تتأكدوا من ذلك. هنا مستمرة، إنها مستمرة عند الصفر، لاحظ تعطيكم الصفر. أما الاشتقاقية لاحظوا من اليسار ناقص واحد، من اليمين واحد، والناقص واحد لا يساوي الواحد، إذن لا تقبل الاشتقاق عند الصفر. عندنا كذلك عملية على المشتقات، أن بعض المشتقات عند الدول المألوفة تعرفونها، عندنا ها هي الدالة وها هي المشتقة. مشتق أي عدد هو الصفر، الآن خمسة مشتقه هو الصفر. مشتق أي عدد مضروب في الإكس ماذا يعطي لنا؟ يبقى إلا العدد، مثلا هكذا، مثلا هكذا. عندنا كذلك لاحظوا هذه القيم، هذه النهاية في الحقيقة، هذه المشتقات فيها هي مشهورة يعني على كل الطلب. عندنا كذلك هذا المثال، مثلا خمسة إكس قوة خمسة، مشتقتها هي خمسة في إكس قوة أربعة، ها هو المثال. عندنا كذلك مشتق المقلوب واحد على إكس مشتقه هذا، مشتق الجذر هو واحد على اثنان في جذر إكس. عندنا كذلك مشتق الكوس، قلنا هو الناقص سينس، ومشتق السينس هو الكوسينس يعني لأننا نعمل هكذا. عندنا كذلك مشتقات بعض الدوال، ها هي تحدثنا عليها، لاحظوا مشتق المقلوب، مشتق من هذا النوع، مشتق الجذر، مشتق هذا النوع تحدثنا، مشتق هذا، مشتق العدد، مشتق السينس، مشتق الكوس، مشتق التونجنت، مشتق الكوتونجنت، كلهم هذه هي المشتقات وسائد مجال الاشتقاق. عندنا كذلك بعض المشتقات المشهورة، لاحظوا هذه أمور هامة جدا جدا جدا. لاحظوا أبنائي مشتق هذه العبارة وهذا، مشتق أي عبارة مكتوب من النوع، مثلا يعطي لك واحد على إكس زائد ثلاثة الكل قوة مثلا خمسة، مشتق ماذا هو؟ أو هنا مثلا يصبح المشتق هو ناقص، نعم ناقص خمسة في مشتق هذا الذي بالداخل هو واحد على العبارة وتنقص وتزيد لها درجة، يعني تصبح إكس زائد ثلاثة الكل قوة ستة. هذا هو المشتق، هذا القانون. عندي مشتق الدالة الجذرية هو مشتق ما بداخل الجذر على اثنان في الجذر. عندي مشتق الدالة قوة آن، لاحظوا القانون، ها هو أمثلة من هذا القبيل، ها هي موجودة هنا أمامكم، ركزوا معي أبنائي وطبقوا عليها كل القوانين. عندنا مثلا هذا القانون يطبق على هذا القانون، هذا القانون يطبق مع هذا القانون، وهنا قوانين عدة وعديدة. عندنا مشتق هذه العبارة، عندنا مشتق السينوس، سينوس دالة مثل ما هو موجود هنا، ها هو أمامكم. الكوسينوس كذلك، ها هو أمامكم. التونجنت كذلك، الكوتونجنت، إذا كلها أمثلة. وهنا عندنا عدة أمثلة، ها هي مثال، مثال الدالة قوة آن. هذه الدالة قوة آن تعرفون الاشتقاق عندها، مشتق الدوال
اي على في يساوي مشتق الاول في الثاني ناقص مشتق الثاني في الاول على ناقة مربع. عندنا كذلك جداء دالتين، تعرفون قاعدة جداء دالتين ابنائي؟ ها هو جداء دالتين، جداء الدالتين هو مشهور. اي في مشتقهم ماذا يساوي؟ مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول. عندنا اي على في مشتق الاول في الثاني ناقص مشتق الثاني في الاول على الثاني مربع. هذه كلها قوانين، قوانين طبقوا على هذه الامثله كي تفهموا كل شيء. عندنا مثلا هذا المثال الثاني، لو نقوم باشتقاقه ماذا تقول القاعده؟ هذا مشتق تصبح اف فتحه ل اكس يساوي لنا ماذا؟ القاعده تقول هذا ينزل في المشتق الذي بالداخل، الذي بالداخل يصبح 6 اكس ناقص 2 في العباره تبقى 3 اكس قوة 2 ناقص 2 اكس زائد 5. هنا عندنا قوة 3 تصبح قوة 2، هذا هو المثال فقط، وأنتم أكملوا مع بقية الأمثلة. عندنا كذلك نقبل دون برهان F الدالة المعرف وقابل الاشتقاق على مجال E من R و X صفر عدد حقيقي من A من E، E يعني دا. إذا عدمت المشتقة عند X صفر مغيرة إشارتها فإن هي قيمة حدية. ها هي المشتقة أبنائي، لاحظوها، ها هي هنا غيرت الإشارة، هنا ناقص وهنا زائد، هذه تصبح قيمة حدية. هنا قيمة حدية، قيمة حدية محلية، هنا قيمة حدية ليس عظمى، قيمة حدية قصوى يعني صغيرة صغرى، وهنا قيمة حدية عظمى. إلا أن نركزوا معي هنا الاشتقاقية بدون أن يقول لكم، يعني ليميت اف لإكس ناقص اف لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر بدون أن تحسبوه هي الصفر. الاشتقاقية عند كل قيمة حدية عظمى وقيمة حدية صغرى دنيا الاشتقاقية تكون صفر، لأنها تقبل مماس يكون هكذا أفقي، هذا المماس يكون أفقي يعني معامل التوجيه يكون صفر. إذن الاشتقاقية عند كل قيمة حدية عظمى وقيمة حدية دنيا يكون صفر، يعني المماس، المماس يكون معامل التوجيه هو الصفر دائما، هذه قاعدة. عند كذلك مشتق الدواء المركبة، ها هو أبنائي، إذا ها هو تقرأ في تركيب إي، إذا قبلت الدالة إي الاشتقاق على المجال إي من آر، وقبلت الدالة في الاشتقاق على إي لإي، يعني يصبح هذا داخل هذا، فإن التركيب تقبل الاشتقاق على إي ولدينا. لاحظوا مثال كيف نحسب اشتقاق لدالة مركبة. أعطيت لنا هذه الدالة، ها هي أمامكم. نلاحظ هنا، ماذا نلاحظ؟ لو تلاحظون جيدا، لو نكتب هذه العبارة بطريقة أخرى تصبح F ل X ماجيسكيل تساوي لنا 2 في X ماجيسكيل مربع تابع فقط زائد 1، حيث هذا الـ X ماجيسكيل ما هو؟ هو X مينيسكيل زائد 3، هذا جعلته هو الـ X ماجيسكيل. لاحظوا فقط حتى تفهموا، حتى يعني تفهموا تركيب هذا ما معناه، هذا التركيب ما معناه بأبسط الطرق. إذا تابعوا كيف، إذا هنا ها هي هكذا، تابعوا جيدا. إذا هنا نكمل مع القانون، تابعوا إلى القانون ستفهمون أبنائي كل كيف تستعملون اشتقاقية أو تقوم باشتقاقية في الدواء المركبة، لأن هي نوع ما تختلط الأمور. قلت هنا تحتاج إلى دالتين، لاحظوا، عفوا إذا تابعوا جيدا. إذا هنا عندكم ها هو الإكس ماجيسكيل، لاحظوا
يعني الاتش ماجسكيل في الاصل يعني يصبح كانما هو هذا، هذا هو الاتش ماجسكيل. عندنا الاتش ماجسكيل لاحظوا ماذا يساوي، تعالوا نطبق القانون. اذا يصبح هكذا، يصبح اف فتحه لاكس تساوي لنا، ركزوا حتى ستفهمون، يساوي لنا لاحظ نشتق هذه كم، لاحظوا هو أربعة لأن هذا ينزل في هذا في إكس ماجي سكيل، لاحظوا هذا يذهب إلى الصفر تابعه في ماذا، في مشتق هذه اللي هي قلنا تمثل هذا الأمر، مشتقه كم، هو اثنان اكس، مع هذا يأتي الى هذا المكان، تابعوا ستفهمون بإذن الله، تصبح اربعة في هذا الاكس ماجسكيل كم، اكس ماجسكيل هو اكس مربع زائد ثلاثة، مع هذا تعيد الكتابة اللي هي اثنان اكس، تابعوا سنكمل العمل وستفهمون بإذن الله كيف نقوم باشتقاقية أو بحساب المشتقة للدالة المركبة. تصبح اف فتحة لإكس من سكيل تساوي لنا ماذا، تساوي لنا أربعة إكس في إكس مربع زائد ثلاثة. نعيد ستفهمون بإذن الله، نعيد نأخذ مثال آخر ومنه ستفهمون. إذا أخذنا هذا المثال اف لإكس تساوي لنا جذر إكس مربع زائد واحد، هنا يوجد دالتين، الدالة في ما هي، في لإكس هي جذر إكس، والدالة إي لإكس ما هي، هي الدالة هذه اللي هي ما هي، هي إكس مربع زائد واحد. قلنا هنا قلنا مشتق دالة تركيب دالة اللي هي في تركيب إي مشتق ماذا يساوي، يساوي مشتق الفي مشتق في تركيب اي هكذا كأنما يعني في 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 ماذا، في مشتقة الاي، في مشتقة الاي يعني بكل بساطة يعني حتى تفهمون المقصد. ها هو القانون امامكم، تابعوا ابنائي حتى تفهموا، ها هو. هذا هو القانون العام يعني بصفة عامة، يعني القانون العام. لاحظوا يعني يصبح لدينا كيف نقوم بالاشتقاق، نشتق هذه، لو نشتق هذه ماذا تعطي لنا، تابعوا مشتق تصبح في لإكس يفتح تساوي لنا واحد على اثنان في جذر إكس يعني ماجسكيل، تابعوا جيدا فقط. ها هنا إذا قلنا إكس ماجسكيل ها هو أمامكم، هذه ماذا تعطي لنا، والإكس ماجسكيل كما تعلمون هو نفسه هذا، ها هو الإكس ماجسكيل، هذا هو إكس ماجسكيل، يعني هذه القيمة نأتي بها في هذا المكان مع ماذا، مع مشتق ماذا، مع مشتق هذا الصغير، وكأنما ماذا تصبح، تصبح هكذا F فتحة لإكس يساوي مشتق الصغير كم، هو اثنان اكس في مشتق هذا اللي هو ها هو امامكم، الا ان هذا لاحظ ياتي هنا ماذا يصبح، يصبح في واحد على اثنان جذر اكس مربع زائد واحد، يعني بصفة عامة كيف تقولون، بصفة ابسط قولوا مشتق هذا الذي بالداخل في مشتق هذا، إلا أن في مكان الإكس عوضوا دائما بالعبارة هذه فقط، بهذه العبارة. نأخذ مثال آخر ربما حتى تفهم التركيب، يعني دائما استعملوا هذه القاعدة. عندنا مثلا يقول كوس 2 إكس زائد 1، هذه هي الدالة F لإكس، هنا كذلك يوجد تركيب، التركيب ما هو التركيب،
الاي. الاي كم، ما هي الاي؟ الاي لي اكس، هي هذه يا ابنائي، هي 2 اكس زائد 1. والفي لي اكس ماجيسكيل، ما هي؟ هي كوس اكس، كانما هنا هذا كله اكس. قلنا تصبح اف فتحه لي اكس ماذا تساوي؟ تساوي مشتق تلك التي الذي بالداخل، كم هو؟ 2 في مشتق كوس اكس، ها هو الكوس، يصبح ناقص سينوس، هكذا ناقص سينوس ماذا؟ اكس ماجيسكيل. واكس الماجيسكيل ما هي قيمته؟ هي هذه، ماذا تصبح؟ تصبح اف فتحه في اكس مينيسكيل يساوي ناقص 2 في سينوس 2 اكس زائد 1، بكل بساطه فقط. ها هو، لاحظوا هناك ماذا كان؟ ها هو الاكس ماجيسكيل، هنا ها هو الاكس ماجيسكيل، مع ها هو نفسه، هذا هو الاكس ماجيسكيل، هذا هو الاكس ماجيسكيل فقط. يعني اشتقوا هذا الذي بالداخل، ثم اشتقوا هذا اللي هو كوس يصبح ناقص سينس، وتبقى هذه العبارة نفسها، هذا هو التركيب. وها هو مثال استعمل فيه الشيء الذي كنت أقول فيه، ها هو استعمله هنا، هنا لو تأتوا وتستعملوا ماذا يصبح؟ الاي ما هو؟ الاي هو اكس مربع زائد 1 على اكس ناقص 1. والفي اكس فالي اكس ماجيسكيل يساوي لنا الجذر اكس. انتم اولا قوموا باشتقاق هذا، ثم طب استنتجوا فقط، استنتجوا فقط، يعني الامر بسيط جدا. هنا كذلك لاحظوا الاي ما هي؟ الاي لي اكس هي نعم الفي لي اكس، الاي لي اكس هي الدالة الصغيرة، هي ما هي؟ هي جذر اكس. الفي هي العبارة كليا فقط. هنا كذلك الاي لي اكس ما هي؟ الاي لي اكس هي اكس مربع. واستعمل دائما هذه القاعدة انطلاقا من هذه مشتقة هذا الشيء. هنا كذلك نفس القاعدة بأبسط الطرق، استعملوا خصائص ماذا؟ خصائص التركيب، وستفهمون بإذن الله كل شيء. هنا مثلا الاي ما هي؟ التونجونت، هنا هي الكوس، هنا هي السينوس، هنا هي واحد على اكس، هنا الاي هي واحد على اكس، مثل ما هنا، هنا هي اكس وكاري، هي الاكس وكاري، بهذه الأبسطة. واستعملوا القواعد كما هنا أنصحكم، كذلك هنا استعملوا هنا حسب الاشتقاقية، حسب الاشتقاقية عند هذه الأعداد، هذه الأعداد هنا كذلك حسب الاشتقاقية عند هذه الأعداد، وستتعلمون بأبسط الطرق يعني كيفية درس الاشتقاقية من 100% تتعلمونه، وهو درس هام جدا. ومثل هذه العملية يقوم بالتفكيك، قلت القيمة المطلقة فككها إلى جزئين، معناها تصبح لكم اف لي اكس تساوي لنا 2 اكس في اكس ناقص 1 مع اكس ناقص 1 أكبر أو يساوي صفر، وتساوي لكم 2 اكس في ناقص اكس زائد 1 لما اكس ناقص 1 أقل أو يساوي صفر. هنا قوموا باشتقاق هذه العبارة وعوضوا بالواحد، وهنا كذلك قوموا باشتقاق وعوضوا بالواحد، ولاحظوا ماذا تجدون؟ تجدون أن لا تقبل الاشتقاق.